أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، نبدأه بالعناوين الرئيسية لهذا المساء. رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وسيف بن زايد يشهد حفل تخريج الدورة الثانية والخمسين ودورة الإناث 12 من المرشحين الطيارين. السلام عليكم ورحمة الله. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعث برقية تهنئة إلى فخامة قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي علي خان اسماعيلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان. الإمارات والبحرين، الفرح مشترك والمجد واحد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال: نهنئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم، نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين، قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر حسابه الرسمي في تويتر: نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني. الإمارات والبحرين علاقات أخوية راسخة وتاريخ مشترك ترعاه قيادتا البلدين. حفظ الله البحرين وأهلها وأدام الله عليها العز والتقدم والاستقرار. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين، قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين عبر حسابه الرسمي في تويتر: تهانينا لجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ولشعب مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، وتمنياتنا الخالصة بدوام الازدهار والتطور، وكل عام والمملكة بحكمة قيادتها في عز ومجد. رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 51 للمملكة. حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وذكرى تولي جلالة ملك البحرين مقاليد الحكم. وهنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان السفير البحريني وبارك للشعب البحريني الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنيا للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. حقيقة نحن اليوم سعداء بإقامة حفلنا في بلدنا الإمارات
في عاصمتنا في أبوظبي، هذه العاصمة الجميلة اللي دائما تحتضن الأخوة والأصحاب والأهل. حقيقة اليوم احنا ما نشعر ان احنا غرباء او احنا بعيد عن البلد، الكل يساندنا، الكل من اهل الامارات واقف ويانا اليوم، وهذا شعور جميل يعطينا دائما بالارتياح النفسي، يعطينا يحملنا على عاتقنا جميل اكبر، ويحملنا يعني ثقل من المحبه والموده اللي احنا طبعا كنا للامارات، والامارات نعرف انه يكنون لنا، لكن احنا دائما احنا والامارات دائما في مركب واحد في جميع المحافل إن شاء الله، والله يعود علينا وعليكم خير وصحة وعافية، وإن شاء الله دائما نشوفكم في أفراح يا رب العالمين. على مدى العقود الماضية وضعت مملكة البحرين مجالات التنمية الحضرية المستدامة في بؤرة اهتماماتها، حيث شكلت هذه التحديات أرضية خصبة للبحث والنقاش وتنفيذ العديد من المبادرات الوطنية في التخطيط لكل ميادين المجتمع بما يحقق أهدافها التنموية المستدامة 2030. مملكة البحرين أرض المجد والحضارة، إرثها أصيل ونهجها طموح يسعى لبناء وطن من أجل الإنسانية برؤية ثاقبة وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلي مملكة البحرين الشقيقة، وجهود أبناء الوطن في مختلف القطاعات. حققت مملكة البحرين كثيراً من الإنجازات على مستوى الأجندة الوطنية والدولية في سعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة تمثلت في المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى. مملكة البحرين كانت سباقة في إدراج خططها المتعلقة بالبنية التحتية، النقل والمواصلات، الطاقة وتدوير المخلفات ضمن استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة، وظهرت الرغبة جلية قولاً وفعلاً في تحقيق هذه الأهداف لتواكب الأجندة الدولية في مجالات التنمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على المستوى المحلي وعلى شعب المملكة خاصة وعلى البشرية عامة.
ومن أهم جهود إنجازات مملكة البحرين في تحقيق أهداف الخطة الحضرية الجديدة إطلاق حزم مالية تجاوزت 9.11 مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد المحلي بمختلف مكوناته، وتغطية شبكات المياه الصالحة للشرب بنسبة 100%، وازدياد نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة لتقترب من 9% سنة 2020، وزيادة متوسط دخل الأسرة البحرينية بمعدل 47% في الفترة من 2008 إلى 2016، وبلوغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي على المستوى الحضري الوطني صفراً، ووصول حجم المبادرات والبرامج والاستثمارات الحكومية في قطاع الإسكان إلى قرابة 8 مليارات دولار أمريكي، وتحقيق مملكة البحرين المرتبة 42 بين 189 دولة في سنة 2020 في دليل التنمية البشرية وتصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. بهذه الأرقام والإنجازات والخطط والاستراتيجيات تمضي مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو مستقبل مزدهر مستدام يرسم تفاصيل دولة عصرية بهوية وطنية بحرينية. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شهد حفل تخريج الدورة 52 ودورة الإناث 12 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية، وضمت هذه الدورة مرشحين من عدد من الدول الشقيقة. بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم تليت بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم مر الخريجون أمام المنصة الرئيسية في استعراض عسكري متميز وأدوا قسم الولاء، حيث أقسموا بالله العظيم على أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأن يحافظوا على أمن دولتنا واستقلالها، وأن يحموا حدودها وسماءها، وأن يطيعوا الأوامر الصادرة عن رؤسائهم وينفذوها في البر والبحر والجو، ويحافظوا على سلاحهم. واختتم حفل التخريج بتسليم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الجوائز على أوائل الخريجين. شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مساء اليوم، شهد حفل تخريج دفعة رواد المستقبل من طلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2021-2022، والذي أقيم في مقر الأكاديمية بأبوظبي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين وعائلات الخريجين. وشهد حفل هذا العام تخريج 51 طالبا وطالبة ضمن الدفعة 7 من دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة 4 من برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة الأولى من برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية. عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2022 برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة التنفيذية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ونوقشت خلال الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعرضت طلبات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية في الدول النامية، واتخذت القرارات المناسبة في شأنها. افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، افتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية التابع لنادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الإحديريات. ويعد هذا المركز الذي يضم مرافق رياضية متطورة لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وطلع سموه على مختلف المرافق المتاحة في المركز لخدمة مجتمع الدراجين من محترفين وهواة في إمارة أبوظبي، إلى جانب جهود النادي وخططه لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية لدى أفراد المجتمع ترسيخا للقيم الرياضية
من خلال تبني أسلوب حياة صحي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ملتقى أبو ظبي الأسري الثالث يواصل فعالياته وسط حضور كثير. اكتشفوا ان عندي ورم في المخ. To start losing their vision and they can lead to blindness. Which is very high risk in these cases, especially when the tumors are very big. الورم اللي اجى فيه سيد هشام ورم كبير جدا. طبعا انا خفت صراحه يعني لان الورم كلمه كبيره. العمليه كانت مش هينه صراحه لي ولاسرتي. We commonly treat these tumors here at Cleveland Clinic Abu Dhabi. ولو ما كنت شايلنا يمكن اوصل بعيد الشر للعمى. But the pituitary tumors are very rare and for somebody to pick up these tumors you need to have high index of suspicion. الحمد لله انه انكتب له عمر جديد. نعم. عمر جديد الأحد 9:30 مساء على قناة الإمارات. دار في كل دار متواصلة وكان أبرز عناوينها لهذا المساء. رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار في كل دار عبر منصات علوم الدار للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. واصل ملتقى أبو ظبي الثالث للأسرة في الإحديريات أنشطته الهادفة تحت شعار جودة الحياة الأسرية في الخمسينيات من القرن الماضي. وشهد الملتقى اليوم حضورا كثيفا من العائلات والزوار وسط مجموعة من حلقات العمل والندوات والمحاضرات التثقيفية التي تهدف إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي والابتكار واستثمار طاقات المجتمع وتعزيز التلاحم المجتمعي. وشارك في إحياء الأنشطة مجموعة كبيرة من المحاضرين والمدربين وصناع القرار والمسؤولين من جهات مختلفة تحقيقا لأهداف الملتقى السامية. وينضم إلينا من هناك مهدي سليمان. تفضل مهدي. اليوم الحديريات ليس كأي يوم، يوم عائلي بامتياز، يوم ترفيهي على أعلى مستوى، ترفيه جمع ما بين تنمية البدن وتنمية العقل. كل هذا جمع جميع أطراف العائلة. اليوم العائلة أضلاعها اكتملت هنا في ملتقى أبو ظبي الأسري الثالث الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام. أكيد فعاليات كثيرة. أهم المشاركين اليوم كان أصحاب الهمم بهممهم الكبيرة، شفنا إبداعاتهم. أيضا في هذه الأثناء سيكون معي وستكون معي ضيفتنا الأستاذة هند البدواوي، استشارة ومستشارة نفسية واختصاصي حماية الطفل من دائرة القضاء أبوظبي. يعطيك العافية. أم الإمارات اليوم ترعى أكثر من ملتقى يهتم بالعائلة، جهود أم الإمارات وأيضا الهدف منها.
في البداية طبعا نبارك لأم الإمارات الجهود الجبارة في التواصل الدائم مع أفراد الأسرة، حمايتها ورعايتها لأفراد الأسرة والأطفال بشكل جدا خاص، إيمانا منها بأن الاستثمار هو الاستثمار في النفس البشرية، ودائما وأبدا الخدمات المقدمة والرعاية الحفيفة اللي تحفها بنا أم الإمارات بفعالياتها، القصد منها نحن نوصل لأفراد المجتمع بأفراد الأسرة بجميع أنواعهم حتى نقدم لهم الخدمات اللي ترفع من مستوى وعيهم، تساعدهم في حل مشكلاتهم، وكذلك تساهم في استثمار الأمثل قدراتهم وإمكانياتهم من خلال الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا المنطقة. إذا نشكر الأستاذة هند البدواوي مستشارة نفسية من دائرة القضاء أبوظبي لتوضيحات كثيرة بالنسبة لهذه الجهود الكبيرة لأم الإمارات، أيضا الفعاليات يعني تجذب العائلة، وأتوقع الجميع مدعو لقضاء يوم مليء بالفعاليات وبما يفيد الجسد ويفيد العقل. عودة لكم في الاستديو. مهدي سليمان شكرا لك وللأستاذ هند. علوم الدار متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. 6 تريليونات درهم إجمالية أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج. هذا الفراغ المطلق، رسائل ضوئية مبهمة، حركة كونية تسيطر على الأجواء بقوة هائلة، عالم رائع من الكواكب والنجوم والمجرات، أسرار وحوارات لها لغة خاصة، معكم نقترب منها بجرأة لنكتشف المزيد. تلسكوب غدا في الأوقات التالية على قناتي أبوظبي والإمارات. مرحبا بكم مجددا، والآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية في سياق التقرير التالي. قال صندوق النقد العربي إن الدول العربية تعتبر رائدة الصناعة المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على ما يزيد على 55% من حجم هذه الصناعة في العالم. وأضاف الصندوق أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي، وتمثل هذه البنوك أهمية نظامية محلية، ومنها البنوك العاملة في الإمارات. وأشار التقرير إلى التحدي الذي يواجه البنوك عموما، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص هي المنتجات المالية لدعم رأس مال البنوك، أنها لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية. أكد القطاع السياحي في الإمارات مجدداً على جاذبيته العالمية، وذلك مع نجاح كل من أبوظبي ودبي في حجز موقعهما في صدارة قائمة أفضل مدن العالم السياحية لعام 2022، فيما تواصل الاستعدادات المكثفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية التي تستقطب الزوار من مختلف دول العالم.
وتصدرت فعاليات الدورة الثالثة من حملة أجمل شتاء في العالم المشهد السياحي في الدولة خلال الأسبوع الجاري، الذي شهد أيضا تحقيق مطارات الدولة والناقلات الوطنية إنجازات كبيرة عكست تفوقها وريادتها العالمية. كشف جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن إجمالي أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج لامس 6 تريليونات درهم، وهي تغطي مختلف القارات والمناطق ودول العالم وفي شتى القطاعات. وأضاف أن المجلس يضم العديد من أهم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تستثمر وتدير استثمارات خارجية وتمتلك وتدير أصولا في شتى القطاعات كالبنية التحتية واللوجستية والصحية والخدمات المالية والتأمين والتجارة والتجزئة والترفيه وغيرها. كشف صندوق النقد العربي عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4.7 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 700 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 160 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 300 مليون دولار. وفي ختام النشرة، أعلنت قناة ماجد التابعة لأبوظبي للإعلام استعدادها للاحتفاء بحامل لقب برنامج قال الشاعر، وذلك يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو وأناسي للإعلام. وسيعلن اسم الفائز بالمركز الأول بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، وذلك في الحلقة الختامية للبرنامج في موسمه الأول. علوم الدار في كل دار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، في أمان الله.